ما بيخص الاعتزال، انا على حساب العقوبه. انا دروك درت طعن بعد ما ارسل الوزير الطعن تاعي، وزاد تكلم بالمصاريف باش ندير طعن مع المحامي تاعي. دوك نشوفوا قرار نهائي بعد الطعن، الى نخال الى نشوفوا كيفاش تكون العقوبه من بعد. الا كان بقي العقوبه بين ننتج الى من التدريب، ولا نحد العقوبه ربما نعاود نزيد نكمل المشوار تاعي.